شكرا ليك الهام، يعطيك الصحة. وباش نواصل في هذه الاستضافات الخاصة اليوم من محطة الإرسال دعوة تلفزيون بجربة مع بجرجيس مع ضيوفنا من جزيرة جربة، نشكرهم مرة أخرى على مجيئهم هنا إلى مدينة جرجيس. كما ذكرت باش نتحدث على موقع إلكتروني داعم للأنشطة والحراك الاجتماعي والثقافي كله في جزيرة جربة وفي جهة الجنوب الشرقي بالأساس، موقع إلكتروني جديد. وفي الحقيقة لابد من تحية كذلك إلى إذاعة أوليس فام المولود الجديد اللي انطلق مؤخرا في تقديم بطبيعة الحال الإضافة على مستوى الإعلام الجهوي، وتحية لكل الأسرة العاملة بإذاعة أوليس فام، كذلك مواقع إلكترونية أخرى داعمة لهذا الحراك الاجتماعي في جهتنا والثقافي. الآن صديقتنا الصحفية سامية البيولي مديرة هذا الموقع الإلكتروني اللي بس تحدثنا عليه، وشنو هي الإضافة اللي يحبوا يحاولوا يقدموها للمشهد الإعلامي بشكل عام في جهتنا؟ سامية مرحبا بك، شكرا لك على الاستضافة. مرحبا خميس، شكرا لك على الاستضافة، شكرا على كل التقنيين والصحفيين عاملين قناة الوطنية 2. كما قلت هو نعرف المواقع الإلكترونية مش تتزاد الأيامات هذه، أكيد فما مواقع من المواقع، فما مواقع تقدم الإضافة، فما مواقع ممكن أقل منها منقص منها خير. احنا خممنا في الموقع هذه الإخباري، هو موقع جربة سكوب يعنى بأخبار جربة، هو من تأسيس مجموعة من الصحفيين العاملين في جربة ومجموعة من المراسلين. أكيد هي الفكرة الأولى، مش نتحدث يمكن عن الفكرة الأولى خميس، كانت حول إنشاء صفحة على الفيسبوك. ممكن لاحظنا بعض الضعف أو قلة في الأخبار، أخبار جربة ممكن تتسائل أو المشاهدين يتسائلوا اللي احنا مراسلين وفما كي نقول فما نقص أو فما ضعف في التغطية، هما مش صحيح. احنا ممكن بعض الوسائل الإعلام اللي نهتموا لها ونعدوا لها في الأخبار ممكن ما تهتمش بالتفاصيل أو النشاطات الخاصة في جزيرة جربة، هذاك علاش قلنا خلي علاش ما يتوسعش النشاط هذا. كل حاجة في جزيرة جربة لازم تاخذ حقها، خاصة فما نشاطات تستحق أنها تحكي عليها. خممنا في صفحة فيسبوك، بدينا في شهر ماي تقريبا 21 ماي بالضبط، بدينا صفحة الفيسبوك نهبطوا فيها تصاور نحطوا فيها الأخبار، مقالات، نحطوا فيديوهات. بعد شوية بعد أيامات هكاك في تقريبا بعد شهر بالضبط اتصل بينا جربة، أكيد اللي حاب يعاوننا شاف النشاط نتاعنا في الصفحة هذه، حاب يعاوننا بمساعدة خاصة منه، قد منا ممكن نقترح علينا اللي هو باش يكون موقع على الانترنت اللي هو جربة سكوب. اليوم هو مبرمج الموقع، اكيد نحب نقدم له تحيه خاصه، هو منير جبالي. انطلقنا في الموقع هذا، بدات التحضيرات في الموقع هذا كيفاش باش يكون، كيفاش باش الخدمه نتاعو. فما برشا اخبار، لكن احنا يقع فرز الاخبار هذه حسب اهميتها وحسب مصداقيتها. بالنسبه لاهميتها احنا كي يبدا خبر مهم اكيد باش يتعدى في جربة سكوب، يستحق انه نحكوا عليه. بالنسبه للمصداقيه والشفافيه احنا نعاولوا في موقعنا خميس على نحاولوا باش نكونوا اي خبر نمشوا نغطوه يكون صوت وصوره، يعني مصداقيه شفافه الى حد ما. جربة وسكوب اكيد السابق، حبينا نخدموا على الحصريه خميس، اكيد الاخبار متداوله نعرفوها في الاخبار كما شفنا في صفحات الفيسبوك، وين نشوفوا نلقوا الاخبار، لكن المشكله في الحصريه حبينا نخدموا على
حبيتش حبينا نخدموا على الجانب الحصري في الاخبار نتاعنا، وهذا تحدي اكيد فريق كامل خلينا عدد يستحق انه ان شاء الله ما ننساش. اكيد احنا هو قسمنا المهام، هي مجرد مهام فقط لتنظيم الامور بيناتنا خميس، لكن تبقى اكيد احنا كنا اصدقاء وكنا نخدموا كنا يد واحده. انا مديره الموقع ساميه البيولي، رئيس تحرير السيد عادل بوتار، اكيد الصحفيين زملائي نقدم لهم تحيه كبيره، والناس الكل خدامه كنا كيف كيف، رامي جابله، يسرى راشد، فريال الزين، حفيظ العباسي. بالنسبه للتقنيين وائل راشد، معز البرجي، حاتم بوسعيد، واكيد عندنا مستشار قانوني اللي هو يعاون فينا في الامور القانونيه، واللي احنا قاعدين ان شاء الله نعملوا في الاجراءات القانونيه سيد الاستاذ مهدي بن حموده. بالنسبه الى جانب مبرمج الموقع منير الجبالي، واكيد خاصه حنقدم زاده تحيه كبيره للداعم الرسمي لنا خميس اللي هو مولنا نوعا ما. اكيد صعوبات تقنيه، ممكن برشا صعوبات خاصه في البدايه، ممكن قاعدين نخدموا بالتقنيات اللي عندنا بالحاجات البسيطه اللي عندنا. عصام تخيل هو مستثمر من جزيره جربه، اتصل بينا كيف كيف وحب يعاوننا. بالنسبه للموقع خميس كما قلت لك اكيد نعتمد على الصوت والصوره في الموقع هذا، نلقوا الاخبار الليزيكون هذوك الايقونات اخبار، فما سكوب اللي هو اكيد العمل الرئيسي لنا، ثقافه، فما متفرقات، اكتشف جربه، هذا بالنسبه للمواقع يمكن الاثريه والمواقع السياحيه اللي تحقق الحديث الزياره ليها، يكون تاع سياحه مؤخرا اكيد. واكبنا الطائره الكبيره البوينغ 777 اللي الحدث التاريخي في جربه، واللاجئين زاد الذي تم ترحيلهم في المانيا. فما تحقيقات زاد نقوم، وكل مره نختاروا موضوع تحقيقات، فما اعلانات، فما العديد من الايقونات والمواضيع الاخرى. شكرا لك، شكرا، يعطيك الصحه انسه سابيه البيولي مديره موقع جربه السكوب، وتحيه كبيره كما ذكرت لكل الزملاء العاملين في هذا الموقع وبدورنا بالفعل الهامش. نشكر كذلك الفريق العامل معنا هذا الصباح، نوردي العزلوك على المستوى التصوير التلفزي، وكل الزملاء العاملين هنا في محطه الارسال الاذاعي والتلفزي في مدينه الناس. شكرا مجددا لكل من يتفاعل مع برنامج ريحه البلاد ويتنقل لمسافات طويله بطبيعه الحال ويجي ويقدم كل ما عنده من انشطه متضاعفه.